لا واحنا بنتفرج على الصور كده، احكي لي محمد لما بتتقابلوا، لما بتلعبوا ضد بعض الدنيا بتبقى عامله ازاي؟ يعني ما بنتكلمش الا شكلك بعد من الماتش. حته و... اه اه شكلي اه ما اه بنتكلمش الا بعد الماتش، اه لكن محمد يعني هو قعد معايا فتره طويله فارتبط بيا. كنا قاعد اي معايا في شقه واحده هنا في بيت اه واحد، لعيب كويس على كنا فكره. مع بعض. اه هو منتخب اولمبي كان مع مستر اه ميكالي، والحمد لله يعني شغال بشكل كويس. والسنه دي انتقل الانبي مع الاستاذ ايمن الشريعي وكابتن محمد اسماعيل، عاملين شغل كويس اه طبعا ومنظومه كويسه اه وفريق طبعا. كويس، فربنا يكرمه السنه دي يعمل الاسره موسم كبير بتبقى مع عامله ايه انبي. لما بتلعبوا ضد بعض؟ كله برضو لسه مع سعد ولا والله الصغير سعد انا بقول لامي بيحن؟ ادعي للي هياخد مكافأة اكتر. اه يعني ايوه صح، ما هيعود بالخير عليهم برضو اه كلهم طبعا في الاخر. يعني انت هتدعي لمحمد ممكن هو بياخد اقل، فخليكي مع خليكي معايا يعني ينومك بالحب جانب يا حجه. السيراميكا بتعرف تظبطنا كويس يعني. يعني الطرق ابو العينين بيعرف ده يقدر اللعيبه جميل، بشكل طارق كويس يعني. جميل. طيب احكي لي الصوره دي. اه دي فيروز بقى وغاليه الصغيره، ودول صحابها كانوا في كاس الرابطه، ووالدي طبعا جايب اصحابها، جايب الاصابه كلها معاها اصحابها في المدرسه والله العظيم. وصاحبتها في المدرسه، ودول فيروز فين؟ غاليه انهي؟ غاليه اللي تحت خالص اللي تحت يعني. خالص. بس ده بعيد عنكم خالص، ده بلوندايه وبتاع وحاجات كده. ده ايه ده؟ دي غلطه ولا ايه؟ لا لا معلومات. لا لا ده ده غلطه بلوندايه غلطه وحاجه. موفقه. وحمزه ابن خالتها وزينه بنت خالتها والحاج بقى الخير والبركه والدي بقى. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. الله يسعد. لحظات السعاده جميله يعني، طبعا ما شاء الله. طبعا. جميل، وانا كمان عارف انتمائك لا انا مرتبط لاسرتك. باهلي بشكل كويس، وانا بقى يعني ده اول مره ان صورهم تطلع، ما شاء وانا الله. بتجنب اتكلم عن اهلي عموما او اخواتي معلش بتاثر. احنا يعني. لا انا بتاثر والله. والله استنى، هات فيروز وغاليه تاني، انت مستعجل على ايه؟ لا بس فيروز مسيطره مسيطر دي صح؟ كبيره. بس انا كنا في المستشفى بتخيل، وده سرير المستشفى. والله ده انت كنت عامل عمليه ساعتها ولا ايه؟ لا لا ده قريب، مامتهم كانت تعبانه لا بالشر، الف ورحنا بقى سلام. الفجر المستشفى على طول، وصحتهم ما كانش معانا حد فطلعنا كلنا بقى. لا والله. بس هي بقى سبتها في الاوضه اللي جنبها عشان هتتعب وتاخد وقت، وتقول تعالوا احنا نريح مع بعض هنا. لا فيروز مسيطره، مسيطره. فيروز حبيبتي. سماها فيروز سيطره، لا فيروز وغاليه سيطره. برضه، غاليه دي خطر جدا. خطر والله. خطر. لا بس فيروز مسيطره، غاليه فيروز. بتروح المدرسه وبترجع عملت ايه النهارده؟ كلت رز في المدرسه، في المدرسه. بتروح المدرسه عشان تاكل تاني يوم رز. عملت النهارده اكلت فراخ. فهي المدرسه حلوه في الاكل، فغالي خطر يعني. ربنا يخليهم لك يا رب. اللي ربنا بعد يخليك يا كابتن. ست الحبايب يا حبيبي. ست الكل بقى، الحاجه بقى الخير والبركه. دي عشقك. طبعا يعني امي انا مرتبط بيها بشكل كبير، وبوالدي الاثنين يعني ليهم فضل كبير على بعد ربنا ربنا، يخليهم لك يا رب. واحنا ما بنتحركش اي خطوه الا بدعواتهم والا طبعا برضاهم. طبعا. وهم بقى رحله معايا طويله، ابويا تعب معايا كتير جدا، طبعا فربنا يخلوا لي هو والحاجه يا يعني، رب يا رب ويحفظهم مهما الواحد قال ما يا يقدرش رب يوفيهم دايما حقهم، يا رب ويا دايما رب الواحد يقدر يساعدهم يعني. يا رب. اللي بعده ده انت خدت الست غالية باريس كمان. فيروز ده مش فيروز. بقول لك تجمع كابتن وبتاع، ما ايوه صح. لعل مصروف عليها يا كابتن. بارلي فرنسي، بارلي فرنسي، كومنتابل تيم. سيري جولي. جميل فيروز. جميل والله. قال يعني عاملك كبيره بقى وتحتضن غاليه، مش عارف انها عشان ما تقعش من على الكرسي. اللي جاي. ده عايز ازقها تقول لها انا بس اللي. لا حلو ربنا على فكره، يحفظها. البنات لما بيبقوا فوق سن بعض كده بيبقوا كانوا قريبين من اصحاب بعض، قوي. قلنا بقى عشان ما شاء الله يبقوا قريبين من بعض واصحاب. ما شاء الله. دي بقى الفاضله حرمكم المصون. قول انا عارف الشارع ده فين ولا؟ الشانزليزيه صح؟ معلم برضو كبير. لا ده الشارع ده كان عشقي. والله انا متعود كل سبت واربع افطر هناك. خلص يا ابن الحلقه اللي مش هتخلص على دي. يعني انت بتخلص التمرين في السيراميكا لا والطيارة. لا مش دلوقتي، ده من زمان. لا ايام ما كانت الطياره الخاصه موجوده. ده لا قبل الطياره الخاصه. قبل الطياره الخاصه كان في مركب. كنت تطلع من المركب من التجمع لباريس على طول. لا 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 من بحيره البرولس. ايوه كنا احكي. مسافرين انا ومراتي وفيروز. فيروز اللي مصورانا على فكره الصوره دي. والله. والله فيروز اللي مصورانا، وطبعا مراتي بقى بشكرها على تعبت متابعه الفتره معاك اللي فاتت. من مشوار. انا لما رحت عملت العمليه اللي كانت معايا في المستشفى، ما شاء وما الله. كانش معايا حد، هي اللي كانت معايا، وفي اي بقى الفتره اللي فاتت من ساعه ما اتجوزت وهي معايا في كل تفصيله، فبشكرها على ربنا تعبها يخليكم لبعض يا رب، وربنا يخليها اسره لي جميله واقدر اساعدها برضو يا يعني. رب دايما يا رب ربنا ان شاء الله. يخليك. بص